أصدقائي شوفوا الأجواء كيف على مستوى أجواء أجواء. ولد شو تسوي عندك؟ ولا شيء. هذا اللي في ثوبك وشو؟ والله كنت أشيك على الكفر وطلعت الماكينة تهرب موية. صحيح صحيح صحيح، أنا شايف التهريب من هناك، لكن قبل ما تطلع من البيت حاول تشيك على الزيت والموية كلها. والله إني أصلا مشيك عليها من أول، بس ما أدري، سبحان الله أقدر أقدر، في أمان الله. ما ليش ليش سموزة؟ ما ليش معصبها طيب؟ صلي على النبي. أنا قلت لك ما لازم تعصبي أصلا. ما ليش أنا بشتري سموزة. كيف أفهمش؟ ليه تشمعي وأنا معيش؟ أسمع كلامش وأفهمش. ما يا قلبي. يا فاطن دقيقة كده وأكلمش. أيوة خلاص. جيب الكرة ولا اي حرف. تكفى يا اخي تكفى. ولا حرف. تكفى ولا حرف. اقول لك ولا حرف. لا ما تكفى والله ما تسوي لما الثانية يا حمار. يلا شوف يا عبدو، يا تعطينا كورة من عندك ولا تعطينا فلوس. اسمع انا ما حصلت حق السمبوسة عاد اشتري لك كورة. ويلك من الله يا فاطم. يحيى ايش رايك انت لقيت على الرجال هذا؟ يا ابو دجل الله يرحم والديك، ترى احنا صايمين. اتمنى انا اوريك. شوف بس خير وش في امك انت؟ الله يرحم امك. والله شوف الرجال تعبان، عنده ضغط وعنده سكر. ضغط؟ سكر؟ عنده شو اسمه ذا في الركب روماتيز. والله الله يرحم امك. وش اقسم بالله شوف حتى انا ما عليك بس روماتيز وين؟ روماتيز شو اسمه في الركب. والله العظيم مو تعبان. والله تعال انا اعلمك. تعال اسمع، انا اعلمك الحين انه مو تعبان ولا في شيء ابدا. صراحه خليك هنا بس يحيى. خلاص تفهمت معي لعل شكله. ايوه هذا هو اللي يقول في روماتيز. ايوه اضرب معي. شكرا، الله يعطيك العافيه على المساج. شكرا لك. وش فيك يا اخي كل سنه ساقط ساقط ساقط؟ شكلك ما تذاكر يا اخي. يا اخوي احمد ربك، انت شكل معك واسطه. مخك ذا انا اعرفه فاضي. انت اخوي وانا اعرفك، لكن دحين وش اقول لابوي اني ساقط؟ كيف اقول له؟ ما عليك عندي. مشينا. بسم الله. السلام عليكم يبا. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله شوف الشاهد في جيوبكم، بشروا عسى نجحتوا. ايوه بشرك ابوي، نجحت خط الاول. ما شاء الله يا ولدي، الله يوفقك. انت اللي بترفع راسي، الله يوفقك. وانت بشر كيف شهادتك؟ والله يا ابا بشرك اني نجحت، بس اني حملت في الرياضيات والانجليزي والفيزياء. ليش؟ لان الاستاذ قال بنحملك هذه المواد عشان تبقى في سادس، ما تطلع اول متوسط، عشان اللي يجون من خامس يستفيدون منك. هذا كله من دعواتك يا ابا، من اجتهاداتي. يا رب لك الحمد. ما شاء الله عشان يستفيدون منك. انا وانا ابوك ما استفدت منك اصلا، عارف ان شهادتك زي وجهك. ولا عاد راح تستفيد مني شيء، حتى مستقبلي راح. والله كذا بيروح الالم بسرعه. نملة شجرة. صديق طلع لي في الدرس سريع. ايش يبقى؟ طلع لي في الدرج بسرعة. والله مشكلة. هذا كان بزور اسوي اول. شيلوا هذا. انا اجي هذا. 1 ريال. يلا. يعني ما بتعطيه من درسين؟ لا. في امان الله. مع السلامة. الحمد لله ربي، انا كان في موت، كان في قبل بقاله.